سيد اللواء سامح صادق عضو المجلس الاعلى العسكري. مساء الخير سياده اللواء. اهلا مساء النور يا استاذ خير. اهلا يا فندم. اولا بنهنيكم على وبنشكركم على الجهد اللي عملتوه وخروج الانتخابات بهذا الشكل المنضبط الذي لم نكن نتوقعه. تكرمين يا استاذ خير، والله ده واجب علينا انت عارف يعني. ربنا يخلي حضرتك. سياده اللواء، حضرتك كنت في الاسكندريه وتابعت الانتخابات. واحنا بنتكلم عن ملاحظات فيها اخطاء وتجاوزات، هل هناك توجيهات بان ينطبق القانون؟ يعني كما اعلنتم ان اي حد هيخرج على القانون في ضبط في قبضه قويه، الانتهاكات الاخرى هل سيكون هناك تطبيق للقانون فيها؟ طبعا الاستاذ عبد المعز دلوقتي اعلن مؤتمر صحفي ان اي حد خارج على القانون النيابة العامة هتتولى التحقيق فيها، يعني دي جريمة من جرائم. إنما إحنا عايزين ناخد الموضوع ككل، يعني هو ده عرس مصر. يعني لو تشوف الإقبال إزاي، الجماهير من جميع الفئات، لو تشوف اسكندرية المطرة بتنزل فيها، والناس الكبار في السن بيخلعوا اليفط بتاعة المرشحين ويضغطوا بيها، أو اللي بيرفع شمسية يعمل بها زميل، والناس المعاقين يعني حاجة. أنا فوجئت بهذا الإقبال، لدرجة إحنا بعتنا نجيب صناديق من محافظة البحيرة عشان بكرة. يعني حاجة ما حصلتش في تاريخ مصر خالص. فلما يبقى في بعض الأخطاء البسيطة ده عرس مصر كله، فعايزين نفرح بيه أرض ذلك. إن شاء الله. أنا معي الأستاذ عادل حمودة والأستاذ مجد الجلاد، وهتسمح لي يشاركوا. الناس دي كلها يا أستاذ خير يعني. نعم؟ احنا مش قد الاعلاميين العظام دول كلهم يعني. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. فندم الحقيقه انا عادل حموده، الحقيقه يعني من الصبح كانت القوات المسلحه يعني على مستوى عالي جدا من الكفاءه والتامين وايضا التحمل للناس. متشكرين جدا. ولكن في الحقيقه يعني بشكل عام باعتباركم مراقبين، كانت هناك ملاحظات سلبيه في مسألة فتح اللجان، في مسائل كثيرة ربما لم تكن للقوات المسلحة بصفتها التأمينية دور ولا جزء سلبي هنا، ولكن الآن نتحدث عن القوات المسلحة بصفتها المسؤولة الآن عن العملية السياسية بشكلها الواضح. هل تعتقد حضرتك أنه لم تكن هناك قصور في مثل هذا الأمور، وكيف يمكن أن نعالج هذه القصور حتى يكتمل وصف حضرتك بالعرس الديمقراطي؟ هو العرس الديمقراطي في مجمل الانتخابات كلها انتخابات ممتازه، انما ممكن تلاقي فيه تاخير في لجنه، في واحد مامور جاله ازمه قلبيه ومودي الورق، يعني حاجات بتحدث وبتحدث في جميع دول العالم يعني هذا الموضوع يعني. انما ما حدش يقصد انه ياخر. وطبعا لما تلاقي عندنا هنا في اسكندريه 1751 قاضي، يعني لما قاضي في مينا البصل يتأخروا فورا رئيس اللجنه العليا للقضاء عين قاضي تاني وجه القاضي. ولما تلاقي برضو بعض اللجان يعني بسيطه جدا، لجنه ولا لجنتين عندنا في اسكندريه الورق اتاخر، بقول لك مامور جاله ازمه قلبيه ونقلوه المستشفى. طب هل يا فندم رصدتم السلبيات دي على الاقل من وجهه نظركم وقررتم تلافيها من بكره مثلا؟ كل السلبيات دي ان كانت اقسم لك انها بسيطه جدا ولا تقارن بحجم الناس. انت طبعا نزلت حضرتك وشفت يا استاذ عادل. نعم صحيح. حجم الناس والاقبال، انا بلقيت طوابير بقيت امشي جنب الطابور كده يمتد الى كيلو، يعني اكتر من كيلو الحقيقه كمان. ما كنتوش متوقعين هذا الحجم يا سياده اللواء؟ احنا يعني ولا حد في الدنيا يعني، احنا طبعا قلنا هل هيجي ال 50 مليون؟ هل هينزل يعني كل الناس يعني هذا الحجم؟ طبعا احنا يعني متوقعينه، ولكن يعني مثلا في صناديق ابتدت ان تتملي على الاخر. بعتنا وزاره الداخليه بعتت تجيب من البحيره ومن المحافظات الاخرى عشان بكره، يعني ما فيش حد كان يتوقع هذا الاقبال من جميع فئات الشعب. يعني شفت كل فئات الشعب واقفه ومريت، ولما الاقي على فكره اللي امن اكتر، مش بقول لك كده عشان يعني يعني اخد عطف حد او حاجه، الشعب هو اللي امن. يعني القوات المسلحه واقفه، لم نتعرض الا مجرد حادث بسيط، يعني واحد رميه خبطه فضرب طلقه في الهواء كده، حاجه كده. هو لا يقصد اللجنه ولا يقصد اي حاجه،
حاجات يعني ما حصلتش، ما حصلتش ان شعب يلتزم بهذا الالتزام العظيم، والقوات المسلحه واقفه ودورياتنا وخطه تامين محكمه والداخليه عامله خطه تامين بتاعتها واحنا بنراقب ويعني وظباطنا الصغيرين. سياده اللواء، بنسبه كام في الميه تستطيع ان تثق في ان الصناديق ستصل سالمه صباح الغد؟ بنسبه كام في الميه؟ بنسبه 100% لسبب معين هقول لك عليه. صناديق دلوقتي بتتجمع والاقفال بتتجمع ومناديب، في مناديب اللي عايز يبات من مناديب الناخبين المرشحين بيبات بره جنب الصناديق، وبعدين القوات المسلحه بتستلمها والشرطه معينين خدمات ودوريات شرطه عسكريه وضابط برتبه عميد في كل قطاع بيمر على اللجان دي واتاكد ان كل حاجه 100%. تاكدوا ان هذه الانتخابات عظيمه جدا صحيح، وعايزين نفرح كلنا استاذ خيري انت والاستاذ عادل عموده وانت استاذ جلاد بلديات الشرقاوي يعني فارجو ان احنا نفرح كلنا. سياده اللواء انا مش عايز اوجد حضرتك، احنا عندنا اسئله كتير بس مش عايز ابقى طماع عشان لما يعني احنا عايزين نفرح، ارجوكم عايزين نفرح. اهو فرحانين والله، فرحان كلنا. احنا الواحد ما عرفش الفرح من زمان. بس ما فرحناش من زمان، فسيبونا نفرح. احنا فرحانين بالشعب النهارده قوي. والله العظيم الشعب اللي امن. الشعب العظيم ده انا مش بقول كده عشان ما انا مش هرشح نفسي، وان شاء الله بعد ما تخلص العمليه هروح اقعد في البيت. نعم. سياده اللواء سامح، يعني هل بتتوقع انه نجاح الانتخابات البرلمانيه ان شاء الله بهذا الشكل الرائع اللي صنعه الشعب المصري زي ما حضرتك قلت سيؤدي الى تخفيف حده الازمه السياسيه نفسها في مصر؟ طبعا هي البدايه. عايز اقول لك حاجه يا استاذ مجدي، مش عارف اقولها لا دلوقتي، لما يجي برلمان مجلس الشعب ومجلس الشورى المجلس الاعلى لا مش هيطلع قوانين ولا براتيب بقوانين زي ما تقول المجلس الاعلى والمجلس الاعلى، هو المجلس الشعب ومجلس الشورى هو اللي هيتولوا كل حاجه. لما تيجي استثمارات او حاجه هتتعرض على مجلس الشعب ومجلس الشورى تتولى. بس عايزين ايه؟ اللي ينجح نرحب بيه، اللي ينجح اللي يجيبوا الصندوق اظن ما حدش يقول ده كل فئات الشعب طلعت. كل فئات الشعب طلعت، لما ننجح نقول خلاص الشعب جاب ده ونفرح بيه كلنا، وهو بقى اللي يبتدي يعني يمارس اختصاصاته نيابه عن الشعب، يصدر القوانين. بتيجي مشاريع استثماريه كبيره مجلس الشعب يناقشها ويوافق عليها هكذا. يبقى احنا بقى يبقى دورنا بيبقى بيقل، ونسلم الامانه الحمد لله ونحمله ونذكر فضله ونعتبرها انجاز تاريخي للمجلس الاعلى القادم ان شاء الله، وانجاز لمصر وشعب مصر. سياده اللواء سامح صادق عضو المجلس الاعلى العسكري، بشكر حضرتك جدا استاذ عادل. أنا